فرأيت سيدكم يقبل ذا الفما. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتقد الحسين زاره في بيته مع زيارة أخيه وأبيه وأمه رضي الله عنهم جميعا، ويعلنهم ويبشرهم بأن هذه الرفقة وتلك الصحبة ليست خاصة في الدنيا، بل هي باقية إلى ما بعد الموت في جنات عدن. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت فاطمة وكان علي رضي الله عنه نائما على المنامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، إني وإياك وهذين، يعني الحسن والحسين، وهذا الراقد، يعني علي بن أبي طالب، في مكان واحد يوم القيامة. الله أكبر. أبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا يا محبي آل بيت رسول الله، يا من جمع بين حب الصحابة وآل البيت، أنتم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة وفاطمة في مكان واحد يوم القيامة، لأن المرء مع من أحب يوم القيامة، فسيروا على نهجهم واقتفوا أثرهم تفلحوا. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، أنت العلا في الوفا، خلف الحسين اقتفى المجد والعليا، المجد والعليا. مواقف كثيرة تدل على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين. وتخيلوا معي هذا المشهد الآخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم ويحمل الحسين رضي الله عنه على عاتقه، والنبي يبتسم، والحسين من مثله على عاتق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولعاب الحسين عليه السلام ذلك اللعاب الطاهر يتساقط على من؟ على هذا الجسد الشريف، جسد المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي فرح يبتسم أن الحسين على عاتقه، فما أحلى هذا المنظر وما أحلى هذا المشهد. ومشهد آخر أيضا: الحسين رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في حجره، ولم يغضب رسول الله أبدا، بل رضي بهذا الأمر. حسين في حجر النبي يبول والنبي لا يغضب، إنه الحب المزروع في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لريحانته سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، ريحانة المصطفى، صفة الرحمة هي الصفة البارزة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. واسمعوا ماذا يقول عبد الله بن شداد فيما يرويه عن أبيه رضي الله عنه في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة حتى في حال الصلاة. يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الصلوات، فأطال في إحدى السجدات، يقول: فرفعت رأسي فنظرت إليه فإذا الحسن أو الحسين قد اعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فرجعت في سجودي، ثم بعد ذلك لما انقضت الصلاة سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، قد أطلت ذلك السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أيها الإخوة، انظروا إلى ذلك الرحمة، إلى صفة الرحمة
في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة المصطفى بريحانة المصطفى رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فليكن الآباء ولتكن الأمهات، نتعلم صفة الرحمة من تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الكثير في فضل آل بيته، وتذكر الأحاديث عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ومنه الحديث المشهور أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهكذا ينقل أصحابه رضي الله عنهم فضائل آل البيت وعلى أو منهم الحسن والحسين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة راوي الأحاديث رضي الله عنه الذي روى الكثير في فضائل أهل البيت ومنهم الحسن والحسين. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما، أي من أحب الحسن والحسين، فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. أي من أحب الحسن والحسين فقد أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من تكلم عليهما بسوء أو أبغضهما فكأنه تكلم في رسول الله. وألف الأئمة وعلماء الأمة كتبا وفصولا في فضائل آل بيت رسول الله، حتى قال الشافعي فيهم أبياتا وشعرا، منه قوله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. ولد الحسين ضحا فسر الهادي، وزهت به طاب وشع الوادي، وزكى الوجود فلست. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمع أن قوما يبغضون ويتكلمون على آل بيت رسول الله فغضب، قال: كيف يبغض قوم آل بيت رسول الله؟ من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهكذا كان ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، كان في مكة فسأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض وحكمه، قال: من أين أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: أيها الناس انظروا إلى هذا، انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعته بنفسي يقول: هما ريحانتايا من الدنيا. نزلت آيات على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، في هذه الآيات كانت فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق أهل الكساء بتلك الفضيلة، فماذا فعل؟ دعاهم وجللهم بالكساء ودعا لهم. فمن هم أهل الكساء وما قصتهم؟ تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كساء، فأقبل الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم أقبل الحسين فأدخله تحت الكساء، ثم أقبلت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها تحت الكساء،
ثم أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدخله تحت الكساء ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولذلك سموا أهل الكساء. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هكذا عاش الحسين رضي الله عنه في كنف جده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين عليه السلام. ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر، وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر. ومضيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر، وقفت تثنيك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر. ساروا في ركبك أياما أملا والحب له صور، وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر. وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر. وخرجت لتحيي أمتنا ومناك يسابقها القدر، ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر. وخرجت لتحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر، ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر. وخرجت لتحيي أمتنا وهناك